مرحبا، اهلا وسهلا، السلام عليكم. اسمي عبد الله شير وهذا الخبر اليوم في مدينة هازارد في ولاية كنتاكي. الطقس خارج هو حار جدا من درجات من 64 الى 84. اليوم هو ممتاز الرياضات، انا ساذهب العب فوتبول. ولكن في رياضات امريكي ليست عندنا خبر بسبب كوفيد 19. هناك اكثر من 4 مليون شخصات مريض في العالم، 1,340,000 في امريكا، 6,128 في ولاية كنتاكي، وحوالي 20 في مدينة هازارد. أنا لا أعرف إذا نحن قريب النهاية، ولكن أنتم تحتاجون أن تلبقعون في بيتكم. جماعة وسترن ستلفت في الخريف، طالبات هو سعيد صفوف سيكون في جماعة. ذلك الخبر في مدينة هازارد في ولاية كنتاكي. اسمي عبد الله شير، شكرا جزيلا.